صنعاء دخلت منعطفا حزينا جولة العنف التي عصفت بالمدينة على مدى السنوات الماضية وكان آخرها حرب الأول من ديسمبر جميعها أفرزت لاعبا واحدا هو ميليشيا الحوثي منذ لقي المخلوع صالح مصرعه على يد الميليشيا في حرب صنعاء الأخيرة باتت الخيارات محدودة للغاية أمام الأطراف المناهضة للميليشيا وتكاد تنحصر تقريبا في خيار واحد هو الحرب على طريق المعركة المنتظرة تتزاحم الوقائع لتبدد ازدحام صنعاء وتزيد ليلها ظلامه وتتعاظم موجات النزوح من اكبر تجمع سكاني على مستوى البلاد. منذ اكثر من ثلاثه اعوام وانصار صالح يباركون حمله شعواء نفذها الحوثيون على قوى ثوره فبراير واهم احزابها واليوم يتعرضون هم انفسهم لحمله اكثر شراسه حصيلتها حتى الان تصفيه واعتقال الالاف وفقا لما ورد في تغريده لسكرتير صحيفه الميثاق. الناطقة باسم المؤتمر الشعبي العام كامل الخوداني. حملة التنكيل وفقا للمصدر ذاته شملت تفجير منازل لقيادات وكوادر في الحزب ونهب المئات منها مع بقاء مصير المئات منهم مجهولا حتى اللحظه ومصادره العشرات من المقار الحزبيه والمؤسسات التابعه لصالح. الوضع في صنعاء استدعى مواقف داخلية وخارجية منددة بحملات القتل والاعتقالات والتضييق التي تنفذها ميليشيا الحوثي في صنعاء من لندن إلى واشنطن في وقت عبر فيه أحد عشر حزبا رئيسيا بينهم المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح عن القلق البالغ من ارتفاع حدة الانتهاكات الصارخة من قبل ميليشيا الحوثي ضد مكونات المجتمع السياسي والاجتماعية في مقدمتها المؤتمر الشعبي العام وقياداته وكوادره وأعضاؤه وأنصاره وحلفائه في أمانة العاصمة صنعاء وغيرها من المحافظات منظمة الهجرة الدولية أوضحت أن أكثر من 25 ألف يمني نزحوا من العاصمة صنعاء وعزت ذلك إلى ما أسمته القتال الوحشي في المدينة الذي أدى إلى نزوح واسع النطاق إلى المحافظات المجاورة صنعاء لم تعد كما كانت فثمة صوت أحادي يعلو على كل الأصوات وثمة سجون تكتظ بالمعتقلين والمختطفين الجدد ومقابر ضاقت بمتاهة وبيوت يتم نهبها دون توقف وسكون حول المدينة إلى مقبرة كبيرة